اهلا رئيس. فيليسيتاسيون يعطيكم الصحه. امين يا برج. السلام عليكم. تحيات. وحنا اليوم جينا يعني لان فيه دعوه الانصار. قالوا لي سيدي ولي ارواح يوم السبت تحضر معنا. ما لبوا دعوه تاعك. انا سيد المير نفوضوا. دائما دائما كل ما تنجي ايه كل ما تجي تفضل. السلام عليكم. سيدي المرة الجاية بين دي اوتوريزاسيو باش راه نتفرج في النات في ايوا نعطيك اوتوريزاسيو حتى الفان سيزون. ايوا شوف كاش اش كيزيد يا رازي الوحيد يا سيدي قاريت قراني عدد بزاف الناس بخير. شحال راكم تعطيهم في لابريم دي ماتش؟ سيدي هذا سؤال هما اللي جورني بغيت نحاول هما يحوسوا على لابريم. لازم دعوة في لابريم. ماتش سبيسيال تكون بريم تكون دوبلي ولا تكون لا بريم تكون دوبلي واللي دار الاقتراح يخلص. انت ديرها من الميزانيه وسيد رئيس الدائره يوافق اكيد الاقتراح. لو كان درت انا القرار انا ماتش كيما تاع اليوم لا بريم تكون دوبلي ولا الله يبارك فيك. لانه مناه لا بريم عندكم بريم اللي هنا وبريم اللي خارج اللي خارج دايرين ان بارين ان بارين احنا نمشوا به في ديبي دو سي. لا اقتراح رئيس البلديه هو ان لا بريم اللي خارج نطبقوها هنا في الماتش الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بيان سور ان شاء الله ان شاء الله. المبلغ تاعها لانه مقابله ما نقولوش هي اكسيبسيونال باش ما نخضوا على اطار الكره وما نديروش الضغط على اللاعبين. لا لا هي عاديه قول لهم راهي عاديه يعني عادية ولكن في نفس يكملوا العمل بنفس بنفس النوار. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما لازمش يكون ضغط نفسي. ما لازمش يكون ضغط نفسي يكون توجور ايجابي. ايجابي احنا المقابله ما نقولش انها مصيريه ولكن المقابله مهمه لنا. احنا نلعبوا مع الخصم المباشر لينا ان شاء الله ثلاث نقاط تبقى هنا في 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 تيار ان شاء الله. ان شاء الله ونفرحوا ونفرحوا الشعب هذا ان شاء الله. الله يبارك فيك. فيما يخص المنحه تاع المقابله ان شاء الله راح تكون اكسيبسيونال طريبيا باش ان شاء الله نربحوا المقابله واللاعبين يكونوا مرتاحين ويكونوا في في في, في امان ان شاء الله. لانه احنا مسطرنا من بدايه الموسم الهدف تاعنا ان شاء الله وشفنا باللي الناس كاع واقفه معنا. نبدا بسيد الولي اللي مشكور رئيس البلديه كذلك رئيس الدائره كل الاعضاء المتعاملين اللي ساهموا يعني شي اللي قدروا شي اللي قدروا معليش ما يهمش ولكن سوف نعيد الكره إن شاء الله. مع بعض المستثمرين اللي ما جاوبوناش في الاول نعاود الكره معهم اولا ان شاء الله. وانا بالمناسبه جيت نحييكم مهما كانت النتيجه لان التحيه هي العبره. العبره الان ديجا المشوار اللي لحقوا ليه ونا با دروا لو ركول يعني هذا مبدا. ثانيا انا من هالباب نحيي الاسره الاعلاميه اللي وقفت معكم لان وسائل الاعلام وسائل الاعلام الرياضيه ولا العاديه يعني وسائل الاعلام المحليه انا نشكرهم والله راهم سند قوي لكم للفريق. انا بصراحه سيد ولي احنا كل الاطارات بما فيهم شبيب الرياضه دي جي اس كذلك الله يعطيه الصحه الله يبارك فيك اعضاء المركب الرياضي لوبوف لوبوف الله يعطيهم الصحه. انا كل الناس من هذا العام واقفه وكل الناس دعم باش الهدف ان شاء الله يتحقق في اخر ان شاء الله. صح انا دابا ثاني من خلال وسائل الاعلام المعلومه تلحق اننا خذينا اجراء استثنائي على مستوى الولايه انه المداخيل اللي كانت تروح لوبوف قلنا تولي الفريق دابنا باش يعني حتى اللي يعني الانصار لما يجيو هذاك لوبيي هذاك اللي يشريه راه يروح للفريق. يعني هذه ماذا بين المعلومه لان ممكن بعض هذاك ما على بالهمش المعلومه هذه. هي المعلومه من المقابله اللي فاتت الله يعطيهم الصحه كانت الناس كاع واقفه معنا واقفه المداخيل مشات للفريق وهذه المقابله كانت لانه تعليمها من عندك سيد الولي انه حتى لاخر الموسم ان شاء الله تكون هذا هذا الموسم لانه الظرف الحالي هذا يطلب هذا احنا دوك هاو حتى الانصار يساهموا يقول لك انا ندخل هذاك لان كما البارح الماتش اللي فات وقيلا 12000 اللي في بليس 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 ما 12000 لو كان كل واحد غير يخلص هذاك البيي هاو ديجا هاو دعم للفريق دعم للفريق على طبيعه الحال ما عدا الطول يروح للضرائب اللي هو يعني خفيف يعني ماشي يعني لكن هذا الدعم للفريق هذا بينا الان هذا يقدر قال لا بيتري
نشوفوا حتى الاليه القانونيه لابيتري اذا كان المناصرين حب لابيتري قال زيدونا في لابيتري كدعم للفريق وباش كل واحد يساهم لان ملاها هذا هو التعاون هذا هو التعاون هذا هو التعاون هذا هو التعاون انا نشكر هذا الناس الله يعطيهم الصحه كيما راهم الله يبارك كل الناس راهي واقفه وكذلك اللعابه تاعو انا فاني ما ننساهمش المجهود تاعهم إيه كان نرجع للعابه الطاقم الفني وكنت راك قلت يعطيه الصحه مدير شبيبه يعطيه الصحه رئيس بلديه يعطيهم الصحه صحافه وفتاش نقولوا يعطيهم الصحه اللاعبين لا اللاعبين نقولوا هذا من نهار السبت العشيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا اخي يعني كل واحد قال شويه نطلعوا لهم المورال لازم قال لا بريم راهي اكسبسيونال خليها المبلغ عندك ان شاء الله خليها مليح الواحد قال خليها بسيكولوجيك انا بروحي ما بغيتش نطلق بها الله يحفظك لا بارك الله فيك لا بارك الله فيك مهما يكون المال سيد ولي مهما يكون المال الهدف المنشود خير من المال هذا اللي الله الله يحفظك مهما يكون لا ان شاء الله بربي الهدف المحقق الهدف المنشود ان شاء الله يتحقق في اخر سنه هذه هي التمنيه تاعنا وما تنساوش باللي انه في منافسه كما هذه انا المريفات الانصار لا نحيي الانصار بصفه خاصه تنقلوا بقوه الوهران او دو دو جيبوها في وهران هو مش سهل لا 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 يعني صراحة يعني وفريق يعني عريق وفريق عنده تقاليد وعنده كذا الآن تتوقعوا مصغان ما يمش بعيدة الأنصار تاع مصغان يجيو لا يجيو مرحبا بهم من حقهم مرحبا بهم هذا هو لازم ترحبوا بهم الأنصار وهذه هي احنا هذه مقابلة على غير المقابلات أخرى وإنما كل مير قاني كل مير قان احنا المير إن شاء الله هذا هو هذا هو يجيو مرحبا بهم كما احنا هما يدعموا الفريق تاعهم احنا ندعموا الفريق وهذه هي إن شاء الله هذا هو من هذا الباب يعني كلمة أخيرة اللاعبين تاعنا جد سعيد أداء اللاعبين جد سعيد كذلك بأداء الطاقم الفني اللي يقوم دعم لاباس به والعود انسجام بين اللاعبين وكل كلا هذه الشيء احنا كذلك واقفين مع الفريق هذا صباح وعشية مخلين أمورنا احنا هذا الشيء ما نعرفش فيه شك الله يبارك فيك ان شاء الله كل هذه الامور هذه اللي دارت سواء من عندكم ولا من عندنا ان شاء الله هو الهدف المحقق ان شاء الله تاع الصعود ان شاء الله يكون باذن الله ان شاء الله والناس قاعده تفرح ان شاء الله قناة سيد رئيس بلديه دوك درتوا راكم مشكورين يعني حق مش مشكله والله سيدي بيان كلكا يعني اللي نشكروا امامكم هو رئيس بلديه لماذا بارك الله فيه عنده فرق عديده يعني وعنده بوهني عنده كذا عنده مش بوهني تاع ماسكر بوهني تاع هنا بوهني تاع تيرت عنده كارمان عنده لا فرق ومش خاف في كره القدم يعني وينما علاقه مع الفريق هذا علاقه يعني محبه خاصه مشكور لكن المبلغ اللي درتوه انا نشوف فيه قليل شويه الناس اللي ولينا هدف مع الرئيس فريق سبور جاي البياس قلت له زي روبرتيو دو كريدي قلت له هنا ان شاء الله النتائج تكون في كما راها ان شاء الله تبقى مستمره النتائج تكون ايجابيه للفريق حلم كل واحد كل شاب تيارتي انه يرى فريق شباب تيارتي في قسم الوطن الاول هذا حلمنا ان شاء الله هذا تطلع هذا هدف احنا ان شاء الله نشوفوا الفريق بالله وقلت له هنا ساندوك في البياس باش نديروا ميزانيه اخرى باش نصرفوا على الفريق البياس والله روبرتيو دو كريدي مش عارف شنو هي البوسيبيليتي دو ترانسفير دو كريدي ما كاش هاو كاين فيرمون سبيسيال البلديه ما كاش مشكل انا هنا انا غادي نعطو ميزان دو فيرمون غادي نعطو اما دو فيرمون للفريق اما هذه وراه حنا نعطيو دو فيرمون انا قلت لك هو سيد الوالي انا قبل ما نكون رئيس بلديه حلمي هو انني نشوف فريق شباب تيرت يعني حتى ان شاء الله احنا مرموقه انا غادي انا كيما كنساندو الفريق ونعاونو اللي نطيقوا عليها ما عندنا حتى مشكل الله يبارك الا احتاجوا مننا الخاص نعطوهم ما عندنا حتى مشكل ما كاينش مشكل الله يبارك فيك اذا لو مونداط بيجي دو ولايه اسكي لا ايتي فيري مازال اليوم الصباح سيدي يقول لي حتى نقول لي قلت لي اليوم هبطت هاو هذا قرار الجمعيه بمبلغ مليار سنتيم بارك الله فيك نسلمه لك الان رسميا فوالا الله يبارك فيك فوالا هذا بيا يرقى الى مستوى فوالا هذه هي دونك لو مونداتمون اي لو فيرمون البارح وقع الشيء كنت في الكونت بونكير الله يخليك الشيء مع الجوري فيرمون الكونت بونكير هكذا الله يبارك الله يبارك اولا الفرحه تاعهم يعني النتيجه اللي لحق لها الفريق راهي النتيجه الان مرضيه ماذا بين الاهداف راهي اكثر وبالتالي انا 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 من هذا الباب نقول كمسؤول اول في الولايه فريق تيرت هو الفريق المحوري هو الفريق يعني ليكيبار دو لا ولايه لابد نقفوا معاه ماديا ومعنويا اليوم وقفنا ماديا ومعنويا ومازال ماذا بنا الان المقابله المقبله تكون في ظروف امنه
هذا ينحوس عليه تعود في أمينة. لا لا فوضى لأن الأمن الأمن فوق كل اعتبار. سوف نتخذ الإجراءات اللازمة. ضيافنا مرحبا بهم كما رحبوا بنا فرق في لما راحوا للولايات أخرى، وبالتالي أنا من هذا الباب تحية للفريق وتحية للأنصار. أولا فيما يخص التحضيرات نظن بأنه تجري في ظروف عادية، اللاعبين راهم واعيين بالمسؤولية اللي راها واقعة على العاتق تاعهم، ما كانش تحضير خاص. المباراة هي كما المباراة اللي لعبناهم في السابق، تعداد مكتمل. دروك بقات برك بعض الجوانب في الحصة اليوم جون الأخير اللي نضبطوها قبل من قبل المباراة الرسمية إن شاء الله. لا احنا كطاقم فني أولا نعرف باللي مازال 10 مباريات، كل مباراة عندها خصوصية تاعها، نعرف بأنه هذا المنافس هو وصيف البطولة. المباراة مهمة لكن ما لا تعتبر مصيرية، لكن احنا مطالبون بالفوز باش على الأقل نعمق الفارق على الملاحقين تاعنا بدون النظر ولا بدون انتظار نتائج على الفريق الفرق المنافسة. نظن بأنه اللاعبين راهم في من ناحية النفسية من ناحية البدنية من ناحية التكتيكية نظرهم حاضرين، وإن شاء الله يكون التوفيق من عند الله سبحانه. والله إحنا الأنصار تاعنا هما رأس مال الفريق كما يقول لك. إحنا أول حاجة إحنا ما غاديش نبخلوهم بأي مجهود إن شاء الله لتحقيق نتيجة إيجابية، وإن شاء الله تسمح لنا باش على الأقل نفرحوا في نهاية الموسم ب صعود الفريق الى الاقسام العليا ان شاء الله. رانا نحضروا في مباراه مستغرم يوم السبت ان شاء الله، كل واعي، كل اللاعبين واعين بالمسؤوليه، الطاقم الفني، كل مباراه مهمه ان شاء الله. 3 نقاط تبقى في تيارت، نفرحوا كاع انصار شباب تيارت. اليوم كما شفتوا زياره الوالي في حد ذاتها وقفه وتحفيز، جاء حفزنا ان شاء الله نفرحهم باذن الله ان شاء الله. 3 نقاط باذن الله. لا ليست مراجعه البطوله، احنا نلعبوا مباراه وهي مباراه عاديه نحضروا فيها كما المباريات الاخرى، ومشي هي نهاية الموسم أو مباراة عادية إن شاء الله نحضرينها كما يلزم، وإن شاء الله الفوز 3 نقاط تبقى في سير. نوجه النداء للأنصار، حابة نقول لهم كملوا فيها راكم ما شاء الله، وإن شاء الله نفرحكم يوم السبت إن شاء الله. والله إحنا بالنسبة للتحضير يجري في ظروف عادية، رانا نحضروا المقابلة من كل الجوانب. فزنا آخر المقابلة الأخيرة فزناها مع فريق بفريق، رانا نحضروا باش نفوزوا على الفريق تاع الترجي مستغنم إن شاء الله. رانا نحضروا لكل جوانب باش الفريق تاعنا يكون واجد يوم المقابله ان شاء الله. والله زياره الولي زياره يعني تحفيزيه للفريق وحتى الولايه تاعنا تاع تيارت ان شاء الله. يعني مادام الولي راه واقف مع الولايه ومع الفريق ان شاء الله تكون عنده دور ايجابي للفريق ان شاء الله. والله الانصار كما تكلمت، الانصار الله يعطيهم الصحه اللي راهم يناصروا الفريق داخل وخارج الديار، إن شاء الله نفرحوهم حتى نهاية البطولة إن شاء الله.